الأصل أن المسلم يتوضأ في بيته، يتطهر في بيته، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، لا، من البيت يخرج جاهزا للصلاة، يلبس أحسن الثياب ويتوضأ، يخرج جاهزا للصلاة. L'origine est que quand il est dans le masjid, il veut faire wudu quand son la cour. Non pas de faire wudu. هذا أفضل. Ça est plus digne. ويمشي إلى المسجد أو يركب. Il marche dans le masjid ou bien il vit dans un sport ou bien. المشي أفضل. Marche est plus digne. لكن يمشي ليس يهرول أو يشمر، لا، أو يلتفت أو يرفع الصوت، أدب قبل أن يأتي إلى المسجد. سبحان الله. يجي أجمون يتماس بريز في بعض الجبل. يتماس غالي با. son ليجي en l'air et أجمون son il veut traîner son tricot. Non. Avec Adam. يجي Adam avant l'heure في نوفل عز الله. إذا وصل إلى المسجد أكرمكم الله يضع النعلين في الخارج، لا يضعها في طريق الناس، يضعها في الأماكن المخصصة. نعم. ويترك الدنيا في الخارج مع النعلين في الخارج، يعني لا يدخل بالدنيا للمسجد، لا يبيع ويشتري في المسجد، لا يبحث عن الأشياء المفقودة يقول ضاع لي كذا، من وجد لي كذا، لا يبدأ يشوف اليوتيوب والرسائل. المسجد هذا بيت من بيوت الله، لا تستطيع أن تصنع هذا في بيت الرئيس، أنك تلعب في التليفون. كيف الآن هناك من يلعب الآن في الهاتف في المساجد؟ تدخل تقدم الرجل اليمنى وتقول الدعاء الوارد، تخرج بالرجل اليسرى وتقول الذكر الوارد. عندما تدخل إلى المسجد رجل، أنت رجل، إذا أنت رجل تقدم للصف الأول، مرأة آخر الصفوف. الإمام بدأ في الصلاة، أدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام، قائم، راكع، ساجد، جالس، الله أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل مع الإمام. إذا أدركت الإمام قائم أو راكع تحسب لي الركعة. أدركت الإمام ساجد أو جالس أقضي هذه الركعة. بعد أن يسلم الإمام، إذا دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد، الإمام لم يدخل في الصلاة، ماذا أصنع؟ أنظر في الساعة، أتكلم، أفتح سوشيال ميديا كما يقول هذا؟ لا، تقدم إلى الصف الأول وصلي. إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر تسلي السنة القبلية ركعتين. عيب. يدخل كافر يريد يطلع على ماذا نصنع في المساجد، يجد من يتحدث أو يلعب في الهاتف. هذه بيوت من؟ المساجد. بيوت من؟ وأن المساجد لمن؟ الله يجزي ما من مسجد
لكل وان المساجد لله سيما بالمساجد بالمقاص بالمسجد يبو الله ظلم كبير اننا نخرب هذه المساجد غوليسيس كي نو ديتري سان مسجد اكبر حيوان على البر ليس في البحر في البر ما هو اكبر حيوان الفيل اكبر حيوان في اليابسه ما استطاع ان يتقدم لهدم وخراب مسجد وهو حيوان دابه كيف انت تخرب المساجد دابة لا تصنع شيئا أمام المسجد وهي بهيمة وبعض الناس يخرب المساجد يأكل أو يشرب هكذا ثم يرمي في المسجد أو يرفع الصوت في المسجد أو يلعب أو يتفرج يوتيوب مثلا في المسجد هنا لا تترك الدنيا اوكي الدنيا تقبل على الاخر وفي انفير ليمون ابري لا في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني اكثر ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الصلاه يجي مون غاي تانكيليتي لا مونيجي دا صلاه quelque chose qui a un habit qui plie content. C'est dans cela. Allez, salatu wassalam.